أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع. فالقرآن قل الشيء إلا وذكره فيما يتعلق بهذه القضايا لقضايا الدعاوى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، لأنه هو الذي يملك هذا الحق. وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فبين يدينا في هذا المجلس أيها الإخوة سورة من سور الجزء 29، وهي سورة الحاقة. هذه السورة الكريمة سورة مكية تسمى بالحاقة، وتسمى بالسلسلة، وتسمى بالواعية، وكل لفظ أو اسم من هذه الأسماء وارد في السورة، إلا أن أصرحها وأشهرها وهو الاسم المعروف بها، وهي الحاقة، لقوله تعالى: الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. وهذه السورة أيها الإخوة من السور التي تعرض لنا مشاهد يوم القيامة، لكنها تعرضها من جهتين اثنتين: الجهة الأولى بيان حقيقة هذه القيامة، وأنها حق ثابت واقع لا محالة، والأمر الثاني أو الجانب الثاني فيه تهويل أمر هذه القيامة وما سيقع فيها من أهوال وأمور تظهر حسرة الكافرين وحالهم في ذلك اليوم، كما تظهر الوعد للمؤمنين بإظهار فرحهم. فهي في الجملة تبين حقيقة القيامة وأهوالها، وهذا المقصد في القرآن عظيم، وتكرر ذكره في السور: فسورة الحاقة، سورة المعارج، سورة المرسلات، سورة النبأ، سورة النازعات، سورة المطففين، وسورة التكوير والانفطار، كلها في القيامة وإثباتها، لكن كل سورة منها تعنى بجانب وتركز عليه، فيما يظهر أن هذه السورة تركز على أن يوم القيامة حق، ولذلك افتتحت بقوله: الحاقة ما الحاقة، واختتمت بنفس ما أو بما يصرح بذلك في قوله: وإنه لحق اليقين. فهي دالة على ما في هذا، دالة على أن الساعة حق، ثم تضمنت السورة أهوال تلك القيامة وأحوال الناس فيها. قال الله عز وجل: الحاقة ما الحاقة. ما سر التعبير بالحاقة دون القيامة والقارعة وغير ذلك من الأسماء؟ أولا، أن الأصل كما ذكرت لكم أن في المقصود هنا إثبات أن القيامة حق، فجاء باللفظ الدال على ذلك والله أعلم، وهو الحاقة. الحاقة من الحق، حاقة الوقوع، فلذلك كررها: الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. وفي هذا اللفظ أيها الأخوة ما فيه من تعظيم أمرها وتفخيم شأنها وأحوالها، ولهذا كررها وأعادها، قال: ما الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. فيه تهويل وتعظيم
لذلك. ثم قال الله عز وجل وما أدراك ما الحاقة، تأكيد على ذلك وإعادة له. واللفظ الوارد في القرآن وما أدراك ورد في مقابله وما يدريك، والفرق بينهما كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن كل شيء في القرآن في قوله وما أدراك فقد أدراه، وكل شيء من قوله وما يدريك فقد طوي عنه، ومنه الساعة. فقوله وما أدراك ما الحاقة فيه لفت للانتباه لتلك الحاقة العظيمة التي هي القيامة، وتأكيد عليها وأنها حق. ثم قال الله عز وجل في حال المكذبين بها وما كان مصيرهم بعد ذلك، تهديد ووعيد للمكذبين بالقيامة من المشركين الكافرين أهل مكة وغيرهم. قال الله كذبت ثمود وعاد بالقارعة، كذبت ثمود وعاد بالقارعة. ما السر يا ترى؟ والله أعلم في التعبير هنا بالقارعة دون الحاقة، ولم يقل كذبت ثمود وعاد بالحاقة، للدلالة والله أعلم على جزائهم، للدلالة على جزائهم في الدنيا قبل الآخرة، وهي أنهم قرعوا بالصيحة، وكما قال الله عز وجل في عاد فأما عاد فأهلكوا بالطاغية، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وفي تعبير القرآن فأهلكوا بالصيحة في سورة الذاريات. فلعل سر في التعبير هنا أمرين: الأمر الأول تعداد ألفاظ هذه القيامة تهويلا لها، فهي حاقة وهي قارعة وهي واقعة كما سيأتي في هذه الآية في هذه السورة، فهي تعدد في ألفاظ وأسماء هذه القيامة، تفخيم لها وتعظيم لها في النفوس، والله أعلم. وهذا الذي يؤكد أيها الأخوة أن السورة في تعظيم أمر القيامة وأهوالها. قال الله عز وجل فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، ما الحكمة والسر والله أعلم في تقديم قوم ثمود وعاد وتخصيصهم هنا؟ لأنهم عرب، ولأنهم أقرب الناس أو من أقرب الأمم المكذبة المهلكة لقريش في الشمال والجنوب، فأراد الله عز وجل أن يصور لهم حال أولئك المكذبين بالقيامة، كيف كان حالهم من الإهلاك، كيف أخذهم الله عز وجل. وقدم ثمود هنا في هذه السورة وفي سور أخرى كثيرة، قدم عاد يظهر والله تعالى أعلم، من حيث أن آية أو عذاب ثمود على عذاب ثمود أقرب إلى ما سيكون في أمر الآخرة من الصاعقة والواقعة، ولهذا قال فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، ففيه قرب في إهلاكها بصورة من صور يوم القيامة، فالله أعلم أن ذلك سر تقديمها والله أعلم. قال وأما ثمود وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. الصرصر هي الباردة وشديدة الهبوب، فهي جمعت بين هذين الوصفين، ريح باردة شديدة الحركة والهبوب، عاتية يعني من العتو والعظمة، وهي مبالغة في تعظيمها وعظم أثرها وتأثيرها وإفسادها لديارهم. قال الله عز وجل سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. سخرها عليهم، لاحظوا كلمة سخرها أيها الإخوة، فهي كأنها يعني مقصود بها ذاتهم، فهي مسخرة لهم، مسخرة عليهم، يعني أن الله عز وجل خصهم بها
ولأجل إهلاكهم، فقوله سخرها عليهم فهي مقصودة تلك الريح لإهلاكهم، أرسلها الله عز وجل قصدا لإهلاكهم، والله أعلم. قال سبع ليال وثمانية أيام حسوما، أي حسمتهم حسما تاما، فترى القوم فيها صرعا، لم تر فيه لم يبق منهم باقية، كأنهم أعجاز نخل خاوية، يعني كمثل النخل حينما يقتلع جذعها وأصلها وعجزها فتراها خاوية ليس في قلبها شيء، خاوية قد هلكت هلاكا تاما لا حياة فيها. فالله سبحانه وتعالى يصور لنا عظمة أثر هذا الريح، كيف أنها اقتلعت جذورهم واستأصلتهم ولم تبقي منهم أحدا عياذا بالله. ولهذا قال الله تعالى فهل ترى لهم من باقية، لم يبق منهم أحد. وقوم عاد الذين هم الأحقاف ديارهم كانت في أو هي في جزيرة العرب، هي الآن فيما يسمى بالربع الخالي، ومما اكتشف أن الله عز وجل قد أهلكهم إهلاكا تاما، فديارهم قد غطيت تماما لم يبق لها أثر، وجدوا آثار ديارهم مدفونة من خلال ما اكتشفوه من خلال الإقمار الصناعية وغيرها، وجدوا في ديارهم بقايا أو آثار مساكنهم وأنهارهم وما كانوا فيه من نعيم قد ذهب بما أهلكهم الله عز وجل به من الريح. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى حال من هم عبرة وعظة لأهل الكتاب، قدم الله تعالى ثمود وعاد عبرة للمشركين أهل العرب، ثم بين القوم الذين هم أقرب لأهل الكتاب فقال وجاء فرعون ولم يقل قوم موسى، فإشارة إلى أن هذا الطاغية هو السبب الأكبر في إضلال بني إسرائيل، في إضلال قومه وتكذيب قوم موسى به بسبب ذلك الطاغية فرعون من وقومه من الفراعنة. قال الله تعالى ومن قبله من الأمم السابقة والمؤتفكات بالخاطئة. المؤتفكات هم قوم لوط، وهم أهل سدوم، وهم المؤتفكات في القرآن الكريم، وهم قوم لوط أيضا في لفظ آخر. قال وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، أي بالخصلة الخاطئة أو الأعمال الخاطئة، وهذا يبين أن أصحاب الأعمال الخاطئة وأعظم خطأ هو الإشراك بالله وكفر بالله عياذا بالله ومعصية الله ورسوله وتكذيبهم وتكذيب الرسل، فلا شك أن ذلك أعظم الخطأ. قال الله تعالى فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. الرابية من الربوة وهو الزيادة والعلو، فأخذهم أخذة عتلت عليهم وغلبت عليهم، وذلك ظاهر في إغراق فرعون حينما طغى عليه الماء فأخذه وقومه. قال الله عز وجل إنا لما طغى الماء، متى؟ في قوم نوح، حملناكم في الجارية. فيه تذكير من الله سبحانه وتعالى للمشركين المخاطبين أن الله عز وجل أنجاهم بعد أن أهلك قوم نوح الذين كذبوا وكفروا وعصوا. قال الله إنا لما طغى الماء، يعني زاد، طغى بمعنى زاد وغطى الأرض، حملناكم في الجارية، أي السفينة التي كان فيها نوح عليه السلام، لنجعلها لكم تذكرة، أي لنجعل تلك الجارية أو لنجعل إبقاءكم تذكرة وتعيها أذن واعية.
السر والله أعلم في ذكر الأذن دون غيرها أن خبر نوح وخبر سفينته لم يسمعوه إلا من النبي صلى الله عليه وسلم حينما تلا عليهم القرآن، فلذلك قال وتعيه أذن واعية، تعي خبرها وعاقبتها وحقيقتها بما أنزله الله عز وجل من بيانها من القرآن الكريم، ولهذا قال وتعيها أذن واعية. ويؤكد هذا أيها الإخوة أن الأذن تعي تسمع، ولهذا قال الله عز وجل إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، وأن باب السمع هو أول ما يتلقى به الإنسان البلاغ، كما قال الله سبحانه وتعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. في آيات أخرى قدم الله تعالى، هنا قدم الله السمع على البصر، في كثير من الآيات قدم الله السمع، إن السمع والبصر، أحسنت، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالسمع لأنه أول ما يتلقى وهو الجارحة التي بها يعي الإنسان ويتذكر ويسمع الكلام ويعيه ويعي ما فيه من أمر ونهي. نعم أحسنت، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. قال الله سبحانه وتعالى في إظهار عظمة ذلك اليوم وأهواله وما فيه من عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى وما فيه من وعيد لهؤلاء الكافرين، قال الله فإذا نفخ في الصور، النفخة أي النفخة الأولى نفخة واحدة، أي ما هي إلا نفخة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، لا يستطيعون معها حراكا ولا يستطيعون هربا ولا نفورا ولا نفيرا، إنما هي نفخة واحدة يأخذهم الله عز وجل بها. ثم قال الله وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. إذا كانت أيها الإخوة هذه الأرض والجبال ستدك دكة واحدة، فكيف بهذا الإنسان الضعيف؟ إذا كانت هذه المخلوقات الكبار العظيمة الراسية الراسخة ستدك دكة واحدة، واحدة ليست دكات وتعمل فيها المعاول وغير ذلك، وإنما هي دكة واحدة تظهر قدرة الله عز وجل ونفوذ أمره، فكيف بهذا القلب البشري إذا كذب بالله عز وجل؟ قال الله تعالى فيومئذ وقعت الواقعة. وهذا يبين لنا أن أول القيامة هي تلك الأحوال الأهوال، أول القيامة هي تلك الأهوال. فيومئذ وقعت الواقعة أي الساعة الواقعة، لاحظوا أن الله سماها الحاقة وسماها القارعة وسماها هنا الواقعة ترهيبا وتعظيما لشأنها وتنوعا في تصويرها وتهويلها. فقوله فيومئذ وقعت الواقعة يؤكد أن أهوال تلك الأهوال ووقوعها واختلاف النظام في ذلك اليوم العظيم المهاب فيه تقوم الساعة. ولهذا قال الله عز وجل في سورة الحج يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. يوم ترونها ماذا يرون؟ يرون تلك الأهوال العظيمة الذي ينخرم فيها النظام الكوني بأمر الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، تلك السماء المتينة العظيمة التي أتقنها الله وأمسكها سبحانه وتعالى بقوته وإحكامه واهية، لا يعني لها طرق ونفوذ ينفذون من خلالها، فهي قال الله تعالى واهية يعني بعد أن كانت متينة محكمة
بأمر الله سبحانه وتعالى يكون أمرها بعكس ذلك. قال الله سبحانه وتعالى: والملك على أرجائها. تعظيم لأمر الملائكة وحالهم في ذلك اليوم. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وهم حملة العرش، كما قال الله عز وجل في سورة الفجر: كلا، إيش الآية؟ كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. ما أعظم ذلك الهول، وما أفظعه، وما أضعف حال الإنسان حينما يستشعر ذلك المشهد المهاب العظيم. والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. قال الله عز وجل في آية هي من أعظم الآيات، من أعظم ما تضمنته هذه السورة مما يرهب القلب البشري المؤمن الذي يتذكر ذلك اليوم. قال الله: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. والله إن هذا لمشهد عظيم أيها الأخوة. يومئذ تعرضون على الله عز وجل لا تخفى منكم خافية. لو تصور واستشعر الإنسان أيها الأخوة هذا اليوم الذي سيعرض فيه بين يدي ربه عز وجل لا تخفى منه خافية، ماذا تتصور أيها الأخوة؟ ما تتصور أيها الأخ المسلم كيف سيكون حالك بين يدي ربك؟ تصور وتأمل واستشعر تلك الأيام التي قضيتها في هذه الدنيا بما فيها، وما عملته من خطايا وسيئات، وما استخفيت فيها من خفايا وأخفيته عن الناس. لا تخفى منكم خافية على الله عز وجل. والله إن هذه أيها الأخوة الآية ليرجف الفؤاد منها خوفا وحياء من الله تعالى، وخشية من ذلك اليوم الذي يقف فيه بين يدي الله تعالى. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. نعم حسنت. قال الله سبحانه وتعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه. فأما من أوتي كتابه بيمينه، لاحظوا وتأملوا كيف يعرض الله عز وجل حال المؤمن، حال أهل الإيمان في ذلك اليوم المهاب، في ذلك اليوم العظيم الذي الكون كله في تغير واختلاف، والذي الناس كلهم في حشر وفي وجل وفزع. قال الله سبحانه وتعالى عن حال أهل الإيمان: فأما من أوتي كتابه بيمينه. وعلامة النجاة يومئذ أن ينادى الإنسان المؤمن ويعطى كتابه بيمينه. تصوروا ذلك المشهد أيها الأخوة، أنه يناد: يا فلان ابن فلان، هذا كتابك، فيعطى كتابه بيمينه. ما ظنكم بحاله في تلك اللحظات وهو يأخذ كتابه بيمينه الدال على نجاته؟ من فرحة، فرط فرحة وشدة ما في قلبه من السرور والانشراح، يقول الله عز وجل عنه: ها أم اقرأوا كتابي. يذهب إلى أهله، يذهب إلى بنيه، يذهب إلى من يعرفه، فيطلعهم على كتابه سرورا بنجاحه ونجاته. والله إنه لمشهد عظيم. هذا صورته واضحة في حال الدنيا وأهلها. تصور الإنسان، يعني لنصور المسألة بشيء من يعني المشهد اليسير. ابنك حينما تجده ينجح في مسألة مهمة، تجده يأتيك بانشراح وصدر ويطلعك على خبر نجاحه وهو مسرور في غاية السرور. فكيف بك أيها المؤمن حينما تأتي على الله عز وجل لا تجد منجا ولا ملجأ إلا إلى الله، ترجو فيه ذلك في ذلك اليوم الذي يفزع فيه الخلق كلهم إلا أهل الإيمان، فيؤتى تؤتى كتابك بيمينك. قال الله عز وجل
عنه فيقول: ها أم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابيه. يعني أني قبل في الدنيا ظان بالله خيرا، ظان أني سألقى الله. ولهذا من كان ظنه بالله حسن، ومن كان ظانا لقاء الله، من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. من كان يستشعر هذا اللقاء ويحسب له الحساب ويستحضره ويستعد له فهو بإذن الله تعالى من أهل اليمين، لأن الله تعالى قال عنهم: إني ظننت أني ملاق حسابيه. فالذي أيها الإخوة يعين على النجاة والذي يعين على الاستعداد للعمل أن يكون يقينك بربك بيوم القيامة وبلقاء الله عز وجل حاضرا بين يديك. فمن كان يرجو لقاء الله فإن أجر الله لآت. وقال في سورة الكهف في آخرها: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، يعني من كان يستحضر ذلك اليوم ويرجو ذلك لقاء الله عز وجل ويرجو ما فيه من الخير فليعمل عملا صالحا. نرجو الله أن يجعلنا من أهل ذلك اليوم الذين يفرحون به في كتابهم بيمينهم. قال الله سبحانه وتعالى في وصف بليغ في حال أولئك، قال الله: فهو في عيشة راضية. إي وربي إنه لفي عيشة راضية. هذا عيشة قبل الجنة، يعني الإنسان إذا بشر بنجاته وأعطي كتابه بيمينه والله إنه لو في عيشة، فضلا إلى ما سيكون مآله في الجنة من نعيم وعيش هنيء. ولذلك يعني قدم الله عز وجل سروره في حياته وعيشه ورضاه. قال الله: فهو في عيشة راضية، يرضى ما هو فيه ويرضى عما حصل عنه تمام الرضا. وهذا هو الهناءة والسعادة والانشراح التام للإنسان، أن يرضى عما أتاه الله عز وجل من الفضل والأجر والثواب. ولهذا قال الله: في جنة عالية، ثم وصف تلك الجنة العظيمة العالية. نسأل الله يجعلنا وإياكم من أهلها. قال: قطوفها دانية، أي أن أهل الجنة أيها الإخوة لا يتعبون ولا يشق عليهم تناول النعيم الذي هم فيه، بل إنه ما يتمنى الإنسان أمنية من ثمارها إلا وتدلي عليه الثمرة فيقطفها وهو في مكانه، كما قال الله عز وجل في سورة الإنسان: إيش؟ ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. الله أكبر، ذللت يعني أن تتدلى شجرها وثمرها تذليلا لأهل الجنة فيقطفونها. بل إنه قد ورد، نسأل الكريم من فضله، أن الإنسان إذا اشتهى طيرا خر إليه مشويا، لا 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 يجهد في صيده ولا في شويه، وإنما إن عليه إلا الأكل ولذته ونعيمه. نسأل الكريم من فضله. قال الله عز وجل في تمام هناءتهم وسرورهم وسعادتهم: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. كلوا واشربوا هنيئا، تهنؤون في ذلك العيش بما أسلفتم في الأيام الخالية. ما هي الأيام الخالية؟ الدنيا التي هم فيها هي حقيقة تلك الدنيا التي نحن فيها مع ما نحن فيه الآن من سرور وبهجة وعيش هنيئ، هذا كله خال بالنسبة لنعيم الله عز وجل في الجنة وفضل الله عز وجل عظيم. ثم انتقل السياق إلى الحديث عن المكذبين الذين يؤتون كتابهم بشمالهم. قال الله: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه. أي عياذا بالله، أي والله إنها لحسرة.
وندامة. تصوروا ذلك المشهد أيها الأخوة، حينما يدعى فلان ابن فلان ثم يؤتى كتابه بشماله، وفي سورة الانشقاق وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، يعني يؤتى بشماله وهو مقيد وراء ظهره، ما أشد حسرة ذلك الكافر وما أشد ألمه وندامته في ذلك اليوم. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، إذ أنه سيجد في حسابه حسابا شديدا. يا ليتها كانت القاضية، أي الدنيا، ما أغنى عني ماليه، لن يغني عنه ماله الذي جمعه، لن يغني عنه أولاده الذين تكثر بهم. قال الله هلك عني سلطانيه، يعني هلك عني منصب الذي كنت فيه وشأني الذي أنا فيه ورفعتي وعلوي والسلطان الذي هو فيه من مكنة وظهور ومنصب وحال بين الناس، ذلك انتهى أمره، لا قيمة له لذلك اليوم. ثم يقول الله عز وجل في وصف بليغ عظيم مؤلم عن حال ذلك الكافر وعذابه، قال الله خذوه فغلوه، عياذا بالله، خذوه فغلوه بيديه في عنقه ثم الجحيم صلوه. لاحظوا أيها الإخوة أن الله يصور كيف يكون عذاب من في النار، يصلى صليا في النار كما يصلى الطير ويشوى، يشوى جسده من كل جانب، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، يصلى فلا يبقى من جسد شيء إلا وتصلاه النار، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، عياذا بالله، تلوى عليه تلك السلسلة 70 ذراعا، ما يقارب كم؟ 35 مترا تطوى عليه عياذا بالله، فيغل بها ويصفد بها. قال الله عز وجل فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، فلما كان ذلك حاله كان هذا عذابه الأليم. ولا يحض على طعام المسكين، لاحظوا أيها الإخوة أنه جاء في الآية تكرار عدم الحظ على المسكين في هذه الآية، ولا يحض على طعام المسكين، وسورة الفجر إيش قوله تعالى ولا تحاضون على طعام المسكين، في سورة الماعون ولا يحض على طعام المسكين. هو ليس فقط لا يحض، وإنما جاء بأبلغ ما يكون من بخله، فهو ليس فقط يمنع المسكين حقه بل لا يحض على إطعامه، مما في قلبه من القسوة ومما في قلبه من الشح والطمع في هذا المال، عياذا بالله، حق له ذلك العذاب، الذي لما أنه بخل بما عنده من المال ولم يحض على ذلك المسكين، يحض على طعام ذلك المسكين بل يقهره ويدعه، كان ذلك حاله يوم القيامة من القهر والعذاب الأليم. قال الله تعالى فليس له اليوم هاهنا حميم، فليس له اليوم هاهنا حميم، لأنه ليس في الدنيا، ليس هو له حميم، ليس له طعام، ليس له نفع، ليس له إحسان، فكذلك هنا ليس له حميم ينصره ويأوي ويرحمه أو يكون سببا في رحمته بما كان له فيه في الدنيا. وفي هذه الآية أيها الأخوة نأخذ فيها أن أبعد الناس عن الإحسان أبعدهم عن قلوب الناس، أبعد الناس عن الإحسان والنفع والصدقات، والصدقات هم أبعدهم عن الصدقات والود والرحمة والود والمحبة. وكلما كان الإنسان أقرب إلى الناس، وكلما كان الإنسان أنفع للمساكين والضعفاء، كان أقرب إلى الناس محبة وأعظمهم قربا ومودة في قلوب الناس. هذه قاعدة يا إخواني،
أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. ثم قال الله عز وجل في عذابه: ولا فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين. ما هو الغسلين؟ ما هو الغسلين؟ الصديد. لما كان أيها الإخوة في 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 الدنيا لا يطعم المسكين إلا فضلات طعامه، وربما لا يعطيه شيئا، طعامه في الآخرة الغسلين الذي هو قيح وصديد عياذا بالله، وما أقبح ذلك الطعام، لن يزيده إلا ألما ولن يزيده إلا عذابا وحسرة. قال الله: لا يأكله إلا الخاطئون. خاطئون في تكذيبهم بالله عز وجل وعدم طاعتهم لله ولرسله. قال الله عز وجل في نهاية السورة وختامها عودا على أولها: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. ما أعظم هذا الانتقال، فيه وقع شديد وفيه بلاغة ومبالغة في استنفار هؤلاء. ولذلك أنا قلت لكم السورة فيها تعظيم، عظمة، فيها هيبة، وفيها عرض بليغ في تهويل ذلك اليوم ووعيد أهله ووعد المؤمنين ووعيد الكافرين. قال: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. ما الذي يبصرونه وما الذي لا يبصرونه؟ هذه الآية الشاملة كل شيء. فالذي يبصرونه والذي لا يبصرون منه أنهم يبصرون الخلق ولا يبصرون الخالق، فهو يقسم بالخلق والخالق، ويبصرون الإنس ولا يبصرون الجن، ويبصرون الدنيا ولا يبصرون الآخرة، ويبصرون النعم الظاهرة ولا يبصرون النعم الباطنة، وغير ذلك مما يبصرونه ومما لا يبصرونه. فالله عز وجل أراد بقسمه هنا أنه يقسم بكل شيء مما يشاهدونه ومما لا يشاهدونه وليس في علمهم. قال: إنه لقول رسول كريم. هذا القول الذي فيه وعد الله وعيده لهم وهذه الأهوال، وفيه إثبات القيامة، إنه لقول رسول كريم. وما هو بقول شاعر قليلا ما يؤمنون. وفي هذا سبب نزول أنهم وصموا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه شاعر، كما وصمه الوليد بن عتبة، ثم وصمه بأنه كاهن، فرد الله عز وجل أباطيله ودافع عن نبيه فقال: إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. الوليد بن عتبة أحسنت. الوليد بن المغيرة وشعبة. الوليد المغيرة، نعم، هو الذي نزلت فيه سورة القلم. قال الله سبحانه وتعالى: وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. لاحظوا أيها الإخوة، قال في الشاعر قليلا ما تؤمنون، قال في الكاهن قليلا ما تذكرون. ما الفرق بين التعبيرين في الوصفين؟ لماذا عبر هنا بالإيمان وعبر هنا بالتذكر؟ قال: وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. الشعر في وصفهم وقولهم يتعلق بالإيمان من حيث التصديق، حيث الصدق والبيان ونحو ذلك، والله أعلم. والكاهن بحيث
أنه أمر غير ظاهر لهم الشاعر يظهر من بيانه وقوله ولسانه، أما الكاهن فلا يظهر لهم إلا من خلال الاتهام والذكر والتقول المبني على أمر غيبي. فلذلك قال قليلاً ما تذكرون، فتعلق والله تعالى أعلم الإيمان بالشعر لظهوره، وتعلق التذكر بالكهانة لكونها متعلقة بأمر يخفيه الكاهن، والله أعلم. قال الله سبحانه وتعالى تأكيد وإثبات، كل السورة إثبات، تنزيل من رب العالمين، تنزيل من رب العالمين. ثم قال الله سبحانه وتعالى تأكيدا على صدق ويقين هذا الكلام أنه من رب العالمين في آية عظيمة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. لو كان ذلك من قوله وافترائه ومن تقوله شعرا أو كهانة لأخذنا منه باليمين. وإنما عبر باليمين لأنها موضع الشرف، فقال الله عز وجل أخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. ما هو الوتين؟ الوريد الذي يصل للقلب، يعني لقطعنا قلبه، والوريد الذي يصل لقلبه فلا يكون له بذلك حياة وبقاء. فانظروا أيها الإخوة عظم ما صوره الله عز وجل إثباتا لكلامه بأنه حق، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لو تقول عليه ببعض الأقاويل لأخذه باليمين ولقطع منه الوتين. وفي هذا أيها الإخوة، في هذه الآية العظيمة بيان أن من افترى على الله عز وجل فإن حقا عليه أن يبتره الله، وحقا عليه أن يأخذه. فافتراء على الله بالكذب، وافتراء على الله تعالى في ذاته وصفاته وأسماء، وافتراء على الله في حكمه وأمره وشرعه، حق له هذا العقاب الأليم، فإن شرع الله محفوظ بحفظه عز وجل. وهو أيضا إثبات لصدق النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لم يقل كلمة إلا حق، كما أنزل الله ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثم قال الله عز وجل فما منكم من أحد عنه حاجزين، أي مانعين، وإنه لتذكرة للمتقين. وعبر بالمتقين هنا الذين يحذرون ما يخالف أمر الله سبحانه وتعالى، فهو تذكرة لهم. فالذي يتقي ينتفع، هدى للمتقين، كما قال الله عز وجل في سورة البقرة وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين، أي هذا القرآن سيكون حسرة على الكافرين بما يخبرهم الله تعالى بهم من عذابهم، كما أخبر الله تعالى عن حالهم قبل ذلك، وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. في قوله وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين، يحتمل أن يكون المقصود هو القرآن، أو المقصود بذلك يوم القيامة الذي أخبر الله عز وجل عنه في أول السورة. فقوله إنه لحق اليقين إثبات لنزول القرآن إنه حق، وإثبات لأمر القيامة على السواء. فالآية تحتمل، وما دامت تحتمل فالأظهر دخول المعنيين. ثم ختم الله عز وجل السورة بتعظيم له سبحانه وتعالى وتسبيح، فسبح باسم ربك العظيم، تنزيه سبحانه وتعالى له بما عما افتراه المكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم، وما كذب به المكذبون من أمر القيامة وما أخبر الله تعالى به. فما أعظمه من بيان وختام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها، ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم. متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية. تعلم علم اليقين
أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض، فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك.